مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم نحن كما تراو في دار الكشافه التونسيه، الكشافه اللي قاعده تقوم بعمل كبير. هذه المدرسه العريقه اللي عندها اكثر من 87 سنه في طيله العام قاعدين يخدموا، قاعدين يربيونا في نشا كبير في تونس وليداتنا وكالتربيه الصحيحه، يوم امتى قاعدين يعملوا فك الاعانات في الماكله لك المعوزين، قاعدين يعاونوا في الكوارث، الله لا يقدر كي تصير في تونس. نحكيوا على الكشافه التونسيه، واللي اليوم باش نشوفوا فوج من الافواج نتاع الكشافه. مرحبا بكم بحذايا القايده ايمان. مرحبا يا عسيو. هما القاده الكل موجودين لهنا، لكن اخترنا زوج باش نحكي مع قاده نس. مرحبا بكم. اهلا وسهلا. مرحبا. نبدا بك انت. السؤال، نحن انا امي كي كنت صغير تقول لي لازم كي تمشي الكشافه يا المصايف والجولان يا الهلال الاحمر، دونك فسر لي شنو يعمل، شنو تعمل الكشافة التونسية؟ كشافة هي مدرسة تربوية كما قلت انتي، نبدأ ندخلوا لها من عمر 5 سنوات فما فوق، وصالحة لكل الأجيال. هي مدرسة تربية نتعلموا فيها الأخلاق. الكشاف لازم يتحلى برشا صفات، منها الصدق، الأمانة، الشجاعة، الانضباط، وكل معناها الصفات الحميدة اللي متعارف عليها مجتمعيا. قداش عندها في تونس؟ بخيسك 87 سنة، من عام 1937. 87 سنة. باي أنس، مرحبا. شنو قاعدين تعملوا وخاصة في شهر رمضان الكريم؟ الحقيقة ملي جات الجائحة هذه لبلادنا، خاصة جات في الفترة هذه الحساسة فترة رمضان، وكتعرفوا التونسي يحب رمضان، جندنا فوج المدينة باش نقوموا بواجبنا. بالنسبة للناس المعوزة، الحقيقة وفرنا هواتفنا، وفرنا قرابة 20 قائد متجند. عندنا موسن مثال مستحق الدواء في الليل، عندنا واحد، عندنا مثال مرة كبيرة ما لقاتش باش تشري، ما عرفتش كيفاش باش تمشي للمرشي، خاطر ماك تعرف اللي جا فوالا. تمشيو انتم على في بقعتها؟ نمشيو تطلب لنا نمشيو نقضيو لها، نوصلوا لها قضيتها. براتيكمون كل القائد لاهي بعائلة. باهي، والناس اللي أصحاب الحقوق، الناس المزمرين. باهي، قمنا الحقيقة بتجميع مساعدات. أي. جمعنا مساعدات عينية وفرقناها. قمنا بشراكة أول شيء فوج المدينة مع الاتحاد التونسي، اتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي. في الإجمال قرابة 4900 علبة مساعدات ركور ديجا. وفي قبل رمضان حتى لتوا، من بدات الكوفيد 19 حتى لتوا قرابة 1600 علبة مساعدات. حاجة باهية، حاجة كبيرة برشا. باهي، الكشافة باش ناخذ شخص آخر، صديقي الغالي. أهلا وسهلا. سنة. السؤال، علاش تعملوا في العمل التطوعي؟ علاش؟ والله احنا ككشافة تونسية ديما متجندين، ديما متطوعين من اجل الوطن متاعنا، نحبوا ياسر تونس، نتجندوا، لازمنا نقفوا كل يد واحدة كمجتمع مدني كشباب، واحنا بدون معناها شكر ولا حاجة، احنا من خير شباب هذا الوطن، نفديه معناها من وقتنا وبرواحنا من اجل المساعدات، وما نستناو في حد شيء، جوست معناها تونسكم بخير ونتعداو الجائحة هذيا بسلام. انا ناكد لك انه تونس كل اللي يسمعوا فينا معناها يصفقوا لك بيديهم وبقلوبهم، ويقولوا لكم يعطيكم الف صحه على العمل التطوعي اللي تعملوا فيه ليلا نهارا، يعطيكم الف صحه. واليوم جيت بحذاكم وباش نعملوا سبور. مرحبا بيك. حاضرين للسبور؟ حاضرين. تمشيوش تحشمونا؟ لا لا لا. طيارات. طيارة. باش نعيط لكم ان دو نو شامبيون في التريل، لو كوتش محمد براتلي. براتلي كما صباح؟ الحمد لله. معنا كشافة ونبداو بلي مبنى. اسمع انت، دوك الناس الكل تمشي مع الموسيقى هذيا، جو. يلا. وين امس خليفة؟ اوكي نبداو. مارش بلاس. ديما خليو ضحكة. ديما غالي مستوي. Et c'est des côtés. Attention, tu vois tout le mouvement. Step touch à l'émine. 4, 3, 2, 1. Droite, gauche. Parfait. Voilà. Donc, des steps simples. Est-ce qu'on est-ce qu'on a un bloc? Parle d'un bon rap. Camelot, rythme en vie. Ok. La première étape. Du tir, ma base. Voilà. Droite, gauche. تابعوني مليح. صباح من بيلي. صباح. صباح. اوكي. واحد جوش. واحد جوش. واحد جوش. هب. اه ياي. هذا جمعية.
رابيدو 4 2 3 4 1 2 3 4 جاك برافو وخرتي جاك عاودوا مرتين اخرين Les mouvements هذوما مشاهدينا الكرام ينجموا يعملوهم في ديارهم هاكم كيما ريتو معناتها سو سون دي موفمون سامبل سهلين في مقدور الناس الكل كبار ولا صغار تنجموا تحطوا موسيقى في دياركم وتعملوا لي موفمون اللي عملناهم عملنا جو هاكم ريتو مع اون جروب كيما تنجم تعمل وحدك والوبجيكتيف هو جوست معناتها باش نتحركوا قبل شقا نفطر من غير ما نقويو برشا جوست حاجه خفيفه على الاخر واضح دونك قلت لي الاعمار الكل دونك كيما عندنا 20 سنه كيما عندي غديكا 40 و50 سنه يقرب لي قرب لي قرب لي اقرب لي فوالا باش نقلب شويه معناها لي موفمون هذوما سهلين سهلين اي الحقيقه يعني سهلين والكشاف راهو احنا في المخيمات نتاع التدريب نتاعنا لابد باش نقوموا معناها بتكوين معناها نظري وفي الصباحات نتاع التدريبات نتاعنا لابد باش نقوم بالحركات الرياضيه من بعد تحيه العالم الساحه نتاعو دوك ما بقى لي كان نقول لكم يعطيكم الف صحه شكرا هذه مصافحه هذه مصافحه مع الكشافه التونسيه الحقيقه لازمهم حلقه واثنين وثلاثه واربعه وعشرات باش نجم نوفي لهم حقهم الكشافه التونسيه في اللي قاعدين يقوموا به في تونس في كامل تراب الجمهوريه والله لا يقدر وقت يصير حاجه راوهم هما راو الهلال الاحمر راو عدتك المجتمع المدني دونك على ذاك يلزم لفته كبيره للكشافه التونسيه راهم قاعدين يقوموا بدور كبير مشاهدينا ما تنساوش اكل غسلين بالماء والصابون الاخضر اكل جيل وما نخرج كان وانا لابس البافيت البافيت هذيك راهي تحميني وتحميك وتحمي عائلتي وعائلتك هذيك هو وان شاء الله ربي يحمي تونس
وبحول الله ربي حماها تونس، التونس العزيزة غالي علينا. فبخليك أقول لكم شيء طيب، ملتقنا غدو إن شاء الله مع شخصية رياضية أو شخصية عامة ونعمل معه الحركات الرياضية الكل. ما بقى لي كنقول لكم الى اللقاء، وهذه تحيه الكشاف. بركات بركات بارك الله فيك.